دي هدينا إنكوا يسوع القبنا تاريخه هرا العيل قبوا ورعلا كان يرد دوبنا بنا كان يسوع بحن وحن نقول ترى تجنى إنما فرقاون وسيد مظهرات اللي جوسوا فرقاون شديد كل جوسوا فرقاوي وير عسنا الله صاحنا إياه دمر إياه دمر دقن كنا هين إن دمر كل جييو حباره أبابلن وارد اللي جوسوا قري وزيرك حنا نضع حولها سمالا سعيد سلو محمد وهل كان يوا وسيرد حنا نضع حولها صحافة كلها لي أي وحوك هلي مظهر ذي دوان كدعي ودك إياه سيدو كل فلك كدعي حبالها هليا وزيركو وجورين وحوك هريجي مظهر ذي دا إياه سيدا حكومة سمالا يحسبيدو معارضكو وجوه شيئا درات كدعي بشكو بتون كذي بشن سدادات سالس عتين أول بهنتك كلاس عتين مظهرات كا ومددوا بالوضع أبابليين حزبية معارض كا دولة مدد أربعي أي كهرتان لذي كعبني شيء ولا هاي مظهرات كا أنا سكدي إنه صوبتها مظهرات هذا سلوا دكان من قانو نفيا مالبو إن كبر برينا نبت جديد إنه كحمان إسا وقدام بنتي ورقة دي صاقرين لو هذا حسب معارض أو لو هذا قدومي كسحنا يعني أيها وزارة الداخلية تمي مركي أي تمي وزارة الداخلية ورغض عسو مدحوينه قدوان كتشروه أيو صاري إن أنا حلك قارنو مظاهرات كا أي كقب سطي حسب هذا معارض كي مدده دير دوني إني أبابلان وزيرك الداخلية أيام مركا ورقد غري وحول لبذا قدومي قرار كسوق غري وحندوني مظاهرات كائنان بالقاب كي ودوني أن كوض هذا الله هنوي مادين حسب جاودني واديدي يرتان كا مدحدي سي سرع قدومي هيسي قدومي كحجين كيسي قدومي هي هراء حقي جود فلنت أنتي فلنت هاي دوي ديدي إنما كيمي لمن بكيمي صدحة ما أنتي هروان وذا فريسني ما النبات دي أي رهدين عذر دارو يعلن أيان كنا المدحدي نويا را لما نقول هذا سنو ويسكتك تمر كان المدحدي نويا را وحنينا وحنا جوا كيرا فيصل فيصل نو حقوقات كيستين واسوس بهاي سجا وكيل كي هاي مدحنا وياهي والحشود كسياسة نقول الله لبع عشير انتهى السعودي وورق ابوه لبع عشير السعودي وحنو طلبوا يقول رئيسي حكومة دهان جديد اللي ساري وحنو قال نقوان ورانا اياه مرهد دي اي كل جين بل آنو فسحنا لكن شرعي وافقسان الله فسح سي شرعي وافق سنة واحد نغطي ونظهرات كل يدين فسحي سيانو خسارية دي بنوغوكين نبت قليل دينا داوحوكين عن كوضة تشنو وضا بدي لقاري وحكم دها إن لقوقبته حرومة لحدة قبلة وهوين يحس بيضة وداني يوعد مركان سودو ويوه وورلق بيه وركاس مركو نغا بحي او قرار كو بحي او قدومي حزب وحد اسبحاي سيغا اسغو يدي انا او قدومي قرار كان لو ديبي اي انو كلا تغني يدي حق ايغي بان كو قبانينا انكو وخي وصحافدهدا وها هادلي قدومي ورا حزب وداني عبد الرحمن عيرو وحانو خلافاي كوبتي لو حديدي يا هرجيسة، أو جوابك هلا، أو أن جوابي هاي موجود تلك تجا، وزيرك داخلنا وكذا واحد لو حيدي، جوابتي لو حد يديهم بهرجيسين اللي تجيه، شن تكبرنا اللي تجيه، وتعدى مغشين دعوة يدمشى على هذاي، واحد سببي هذا الكا عبد الرحمن عرو كو خلافي، قان كي أنا وذا هذا الذي كو جاني أهل لحد جوابات حرومات. لو يقال إنه حرمها دحى حزبية ذا
ومد ولا بدجان كيد يهلك كتار العلامة ديي وديدي واتجاه كله سيي معارض كي وده هلك هاي هلك هتجا خلاف كاي يمي أيها كأنه إسكودا أبوليس كا إيه دوينه أي سوء أبابولين مدهرادي واحد كلفتي شنطة حافظات مركز لقر ريبو نيو هرقيسة إن دادكي مدهرات كي كفرستين وإي ديدين حافظ دا وأنا قلت ديغان وهي أنا ديغانينا إرهنا كسو تشيدو أي كسو أورورتي ودالك ماموس إلا كان انتي المشكري way dhax arariyeen asag iyo xirsi maalinta wixii la dhigay asbaabta dadka lagu laayeen ayagu sabab u ahaayeen horka ayeen magaalada inteeda kale ma ogeyn shanta gobol kale wax dhibi kamay dhicin marka laga reebo buuqii Hargeysa ka jiray markii ceergaaba laga ogaaday iyagoo mudaharaadkoodu sinmi u dhacay ee leeyahay Hargeysa waa la isku dilayaa ama mudaharaadadii iyo dawladdu way iska hor yimaadeen ina iyaguna dib guriyuga soo noqdeen oo shiid bilaabeen taana uu ku nafwaayay ergaabo nin uryaana oo agu go'aan oo wheelchair ku fadhiya oo aniga wasaaradeeda shaqaalaheeda ahaa waxba tiraani ku dhacday magaalada burcana sidaas la eeg ayaa waxa dhacday markii dadku ka soo noqday mudaharaadkii oo si aan subaxnimadii u dhigeen maamulka gobolka إذا ماذا أمنيك سوى عن لو أبابلو سيدي سل مدهرات سنوين لو أبابلو مركي لغو صور نقضي مقالة ده الزيرو قال سوى قاري التلفون دي عرية ودران حرس هالكن أي هلان أي ده هلان مدهرات ربشد ووضا السمائية أي أي عوالة صغارية إلا زيرو كبرابنت انتا سنة تفقها رب أدك ده تاسل كاو حكاقة عاد مدهرات فاشلة oo qoys qura ama degan yar oo qura oo muuqda mid reesu jira ku soo ururay dadkii u dhashay intaana lagu leeynayay doonayeen nimanka mudaharaadka soo abaabulay iyo buliisku in iska goor yimaada khasaarihii ka dhashay mudaharaadka waxa uu noqday shan qof saddex Hargeysa ku dhinteen saddexduba isku caayirad bay ahaayeen deegaankan iyo Hargeysa aanan deganahay bay ay ka dhacday ninna wuxuu ku dhintay police operation ku jiray laba gaado iska duqeyay ayaa asagana ku dhacay oo ninkaasuna mudaharaad kuma jirin ka hor ergaabna kuma jirin waxa ku soo urta khasaare goobtii ay horka ayeen ray xirsi ee Hargeysa oo saddex qof oo isku jifay ku dhinteen saacadda markay waxa soo dhaceen dadkii waxa soo abaabulay farxay ka baxay kuwii dhaawacmay kuwii dhintay midna may ogeyn xaaladooda annagoo masuuliyiinta qaranka ah khasab waxaan ugu noqotay intaba inaannu ka warhelno xaalkooda ogaano waxaanu dibadda u diro dhaawacooda halis yahay wax gudaha aan ku ilaalino meedkii oo talaajada geyno xataa waxa dhacday dadkii ehliyada ahaa ee dadka dhinteen inaan loo tagin إن أنا تعزيدين مراد كلا لها دد كان دد لو ما أركيني وحلو أركيي دي ديك لوغو تلقى لي مركي هربا ها إيد دينتا إيد داو عما يحبد الله بتاو دقا وكرسي لدونين لغو كارو أيها دد كان لما قيمينين قدرين نما يرهين أنا كو دد كان مدح دو ديه ومسؤولين تي رهي بدايا أيها كالين تو دي قلي وحانو كو قلي رهير نمو waxaan ku galay dowladnimo waxaan ku galay qaraabnimo waxba kale ma maalin waxaan noo yimi oo xogagaal arinta waa maqaatina nooga ah jifooyinkii dadkaas ka dhisheen kuugu yimaadeen saddex goor baa ayaan ku jiray iyagoo badan kontomeeyo gaaraya afartameeyo gaaraya uqaashoodii saladuntii wax garadkoodii baa socday khasaari dhac dowladda ay khasaariina qaata dhaawaciina dhaya maalinkan maanta meydkiina aan aasanno ayay arrintu ahay arrintaa dowladdu gudbiyay markii maadaama aanan ugu degaan u ahay meesha aan deganahay in laygu yimi ilaa heer madaxweynaha ugu gudbiyay waxaan ilaahay ku mahadinayaa madaxweynaha
iyo wasiiradii arinta loo xilsaaray inay hawshaas si wanaagsan igala hawlgaleen oo aan ku dadaalay in aan sharci loo eegin sababtoo ah xukuumadu go'aan bay qaadatay go'aankaas wuxuu ahaa khasaaraha dhacay dhibta cidii keensatay asbaabteeda lahayd in hay-adaha sharciga la horgeeyo meydkuna halkiisa yaallo cid uu ku cadaado waxaan ka codsaday dowladda ilaa heer madaxweyne kiiskuna ha socdo oo asbaabtu iyo kiisku ha socdeen mudday qaadanaysaa dadka dhaawacaa iyo dadka dhintayna sidii inagoo dowladoodii ah aan qaadanno tiyadooda dhaawacooda aan qaadanno aan ku dhayno dadku kamay dhiman mucaaridka ee mucaaridku kursi buu ku fuulayay inagu inaga dhinto shicibkeenni ah madaxweynahana waan uga mahadnaqayaa wasiiradii aanu golaha ku wada jiray ee shanta ahaa aan ka mid ahaana waan ugu mahadnaqayaa waana wada qaadan waxaa mahadnaqa nala qaba oo noogu mahadnaqay guddiyadii naloo soo diray salaadniinta lahaa ogaasha lahaa waxgaradka lahaa baamusariga lahaa waa tahay arrintaas waxay noo soo gabagabowday maalintii shalay mag aan hore dadka looga qaadan ayay dowladdu u baaskaraysay ama ugu ballanqaaday dadkii dhintay aaskii oo u wafaysan bay siisay dowladdu waxay kala dardaarantay oo aan mid ka ahaa in aan arrintaa dadkaa dhintay iyo dadkaa dhaawacmay aan la siyaasadayn dowladdu ilaa shirkaas markuu dhacay ilaa maanta aan hadlayo afkeeday ka gaabsatay wixii mucaaradka shubayay oo ogtiin oo xirsi wuxuu shubayay cid ugama jawaabin waxaa naga codsaday inaanaanu jawaabin odayaal isxilqaamay oo deegaanka niyo hargeysa ah oo aa arkayseen hawshaa inay dhexgalaan ayaa markii xirsi hadlay yidhi ha ka daba hadlin oonu ka aqoonnay intaanu hawshaa wanaag ka geli karaynay ayaanu ka galnay shalay amba bixii aan odayaasha ku kalan baxnay arrintaa horta marka hore waxaan annaka aasayna dowlad ahaan waxay naga codsadeen may ehladeedu ha aasato haddaba yaan la siyaasadayn haddii la siyaasadeeyo arrintaas waxay idinka gelaysaa meel xun ama khatar baydin ku noqonaysaa oo annaku moydkaa ma doonin aanu siyaasadeyno inaanu ku baayactanno inaanu cid ku xumayno inaanu sharaf kale ku doonno xumaa iyo saban midna dadkiina kale ka ilaashada waaye shalay galabtii waxaa ogeedeen guddoomiyihii hore xisbiga mucaaradka ah ee wadani in uu hadlay facebookiisana dhigay hayse soo abaabuleen xisbigii wadani iyo wixii la halmaalaa mujaahidiin baa inaga dhimatay mujaahidiintiini kalena weerca soo xidha kaalaya qaab mudaharaad lagu mudaharaadaya haddana maydkii oo kicin dambe oo dadweyne lagu samaynayo halkan waxaa fadhiyaa dhiijigii wasaaradda reer guuraaga oo isaguna jifada ah wax ka dhinteen labayadaa dowladda aada uga shaqaynayna hawsha ballantaasaanu soo qaadnay waxaanu dadweynaha u sheegaynaa lixda cashay dadku mootanaayeen min khamiistii ilaa arbaco maanta ah mucaaradku inaanu meydkaasi soo dultaagin ehelyadoodana aan tacsiyadayn una tegin hadday tahay tacsi afa iyo hadday waxtar kala tahay midna wala tegin sidoo kale wasiir siciid suluu maxamed waxa uu ka hadlay qaabkii iyo falkii cidda ka dambeysay maanta ka dhacay xabaalaha halaya ee bariga magaalada hargeysa kuwaasoo lagu aasiyey mudaharaadayaashii ku dhowaan ku dhintay hargeysa meydkaa markaanu saaka soo saaray oo annaku ambalaasyada ku soo qaadnay oo aanu keennay guryahay ka dhinteen oo aanu soo gelbinaan aanu ka hadhin oo halkaa lagu maydhay oo masaajidka aanu geynay oo lagaga tukaday waxay abaabulayeen intaasay ku jireen xisbiyada mucaaridkii siday mudaharaad dambe ama rabshado dambe hilbaha la aasayay uga dul samayn lahaayeen dowladda waxaa ka tegay aniga iyo dhiijiga gabeexaddii markaanu meesha tagnay
وأنا السود ويدوينا وحي وحجرتها وحنو قطرة تجنى إنما فرقاون وسيد مظهرات اللجوس فرقاون شدد كل لجوس فرقاوي ويرعسنا الله صاحنا هي دمر هي دمر دقن كنا هين إن دمر كل جييو حبارها أبابلن وارد اللجوس صبرى تدوينه وحجرت كي عقاشي سلادين تي تدوينه نسودوي وأنا ضم هذا نقي دولد إلى هرم الحين هالكي إسكت هكتي خسارة هالعي يسيد اللوجي شقي سدا أنك آه أيه وحيمي ما ذحدي حس بجا وضني مركي مادين إن مدا إيسو أبو بولين أو كشين كشين مراه وتعنا بدان تدار كي وحلو أمري إني أنا إيشي ذا وليس ودي ودي أشي قريب كم إذا بعدين ما هرك شو برينا يا إسكعتك عارك عتك إسكعتك وصوب حي مركي بشيتكم وبرامة أسكتي إلى سعتي وحنكو أمري إن أنا يحبت كل نتاتك ورقم بين آدم وحبال دشية لقى مظهرات أيوة وما لنتي كوبان ورتدوينا وحنو شيء جيا هلك عيبتك هذا حضي يا أنقيب سنين تدوينه ماشي تجوي وحي وحجرد هان أركيين وحيس كلا عرق يعيد الله تلسه أما حورته كويسة ورقم كودي هل كان مركي تيمانو كويس كسب بحني شيد كان وحبكم النقل قاربا أي كل دعانا بدعح مرادة نبات شفتي ومسألة بسيط أذكرت يدك وحمة يلين دادوين وان أركيين يسعبيان وأيجو يسعلينيان وضياش الله دقالميان وحي وحقردها هل كان هذا بوحا سؤالش يسوي الدين تلان ستول تاقي وحوي يادتك شيدي محايا هاي أردنت تيقود محوها دوين بان هايو انتا اللي قد تكون كالبوضة قرانيا لابد تشفوه وحكات انتان تشفوه كمي دوي هاي يادت لو مويان ودتك العيال سوق عيال كداف كاي هايستاني دتك شيدة أو أيوة أبلاء وحيد دمير لها ما ضدها وحكم يدعين عنصر عرف كله ما دوره ولا يتفدع الرأي أهاي إن كوه وش بلعب خيرك كله وحبس هارم هاي وحصر رأي أنا وحوي أن ضد عن أيدنت تيجي ضد كان أنتي هريد دوتون هاي أو أيوة ورصدين أو ضد كي يقول ترجل إن بتجريد إن كبر بريان إقارنا الله هي حبسيد الله وهايو قارنا أي سقيد كوتشران وإلا حد لو قلت لك عليني دست كل أيام شرعية ذا هل كاوحن ليه سيدا عرد معي سيو كفولة يمها كرسي سيو مدحوين كن غنين ما سيدا عرد معي وحو يدل كان إن أمال الضوح كدعو ليس ديلو وياس ديلي هدو كس عضاء مدحوينه iyo maalinkan maanta dawladda maba gaarayo oo arintiisu waa wala suqaar iyo siroge inta ku noolba wala suqaar iyo siroge istileysid aniga waa markii saddexaad oo aan labada goor ka hadlin hore markii hore inuu abaabulay oo xafadooda u badan habeenkii buugii waa ogeeday kama hadlin juqna kama oran maalintan 12kii ee la mudaharaadayna asaga iyo xirsi oo horkacaya ayay gurigay ku soo mudaharaaday askartii ila joogtay xabaday shiideen shiitamayeen gurigeey way yaqaaneen ku talagal bay ahayd abaabul bay ahayd tan waa tii saddexaad sida markay u dhacdo war cirra awala suqaar iyo siirooga cida ku nool waa aniga cid kalaba ma ahe halku ka gaadhay madaxtooyada dadweynaha weydiiyey Soomaaliland iskaadi maayeen xirri cid adawada la raba manu garan dariiqa u maray waxana leeyidi ninku hadduu anbado xaq uu anbado gurigoodu moodaya dariiqi madaxtooyada uu u mari lahaa cirro uu ka anbado dariiq khaldan buu maray dariiq cifadiisa isku dilayso istiri doonto oo nin walba wuxuu ahaa noqon doono ayuu gaaray calanka isku keen hoday calanka hadaynu doono in ku heshiino sida cirro wado dee hadaynu inaku isu ciil qabno taariikhaha hore la ciil qabo war calanka aan yar duuduban bana kan isku baxan
xadaaradan iyo wanaagan in gaarnay beenta ka sheegnay muraayadahana aan ka dhaxbaxno yar inaga burburin dibadda isugu baxno markeen soo kala ciil beelaba hadda wixii soo haara ay isku soo noqdeen waa sida ay rawado taladeeda aniga ma aniga taladeeda waxa weey taa aan dawladda ku qaatsiiyay waxaan dowlad ugu lahayn ee taladeeda ahayd imika yahatana waxaan u arkaa in dalkan badbaado u baahan yahay wixii aan dowladda ka hor joognay ee awooddeeda ahayd ee sharcigeeda ahayd ee sharcigii faraha lagu qaadanayay ee aanu naseexo iyo jiirwaa tuug lahayn ee aanu ka daaya lahayn dib u oran lahayn nin walba marna taagtaa marna tamartaa guulad cunaabi m m t v hargeysa